السلام عليكم. إذن مرحبا بكم معايا اليوم في القناة وفيديو جديد. الحرارة اليوم مرتفعة بزاف، إذن خرجت العشية تقريبا هذه 6:30 في زيارة خفيفة يعني للمنحل، فقط زيارة تفقدية من الخارج. إذن هنايا كنشوف هنايا وقفت حدا واحد الطرد وكتشوفوا واحد الظاهرة عجيبة لي كيقوم بها النحل، فملي كتكون الحرارة مرتفعة بزاف. رغم أنني سبق لي قلت بلي أن متى تكون الحرارة مرتفعة وبصفة عامة تيكون واحد التهوية داخلة من طرف واحد النوع ديال النحل لي كيقوم برفع الأجنحة ديالو باش كيبرد داك العناصر الداخلية، وحتى داك الشمع ما تيدوبش، والملكة كيكون يمكن لها تخدم في راحتها، وكذلك جميع النحلات الشغالات هما كيقوموا بالمهمة ديالهم بفرحة ديالهم تامة. إذن هنايا هانتوما كتشوفوا نقرب بأن واحد المجموعة ديال النحل هي خارجة هنايا. هذه العشية كما قلت جويه 6:30، هيا هنايا خارجين هنايا واقفين في الباب في المدخل في المدخل ديال الطرد. إذن هذه العملية هذه علاش النحل كيبقى واقف هكا، وخاصة كما قلت متى تكون الحرارة مرتفعة هنايا، لأن ملي تيكون العدد ديال النحل داخل الطرد يعني في لاغوش تيكون النحل لعدد كبير بزاف تتكون الحرارة. إذن واحد المجموعة ديال النحل كيخرج هكا وتيبقى تقريبا في الهواء طلق. نشوفو سبحان الله العظيم كيعمل إذن باش كيخفف شوية على الداخل ديال المسكن ديالو. إذن هذا لا يعني بأن كل شيء نحل خارج، لا، قلت فقط واحد العدد والشيء الآخر تيبقى كيكمل المهمة ديالو إما في صنع النحل ولا تهوية الخلية ولا، لأنه من بين هاد النحل هنا اللي كيكون في المدخل تيكون واحد النوع ديال النحل حارسات كما سبق لي قلت، وهاد النوع هذا فقط المهمة ديالهم هو حراسة الخلية باش ما يدخل حتى كائن أجنبي الداخل. إذن هيا طرد آخر، حنا كنشوفو كذلك نفس التجمع في المدخل.
اذا هنايا كنشوفوا بلي ان النحل كله داخل، لاش لان هذا الطرد هذا عنده، درت له العساله هذه الهاوس، يعني النحل عنده المكان فين يتسع في الداخل. لكي تبين لي هكا بان في الافق لان النحل باقي كيرجع من المرعى، واخا هذه العشيه باقي كيرجع. لان دابا تسالت زياره ديال المنحل، زياره خفيفه، ونبقاو مع بعض المناظر العشيه، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.